بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. الاعتراف بالرب أو الإقرار بالإيمان أو المجاهرة باتباع يسوع، شهادة. وقال يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا فصل الأول عن المؤمنين بالرب يسوع المسيح، بيقول وغلبوه بشهادتهم ودمه القدوس، أي أن نحن نغلب الشيطان والخطيئة عندما نشهد للرب يسوع المسيح. ولا يستطيع أحد أن يقول رب عن يسوع إلا بالروح القدس، ولا يستطيع أحد أن يفتخر بالرب ما لم يختبر الرب. والذي اختبر الرب قد اختبر القيامة والحياة ولا يهاب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين عظمتك يا هاوية؟ فقد اطلع الموت، لأن رب الموت قام بين الأموات ووطئ الموت بالموت. تحدي الرب إلا اليوم، أنت قاعد بهالشرق تستحي بيسوع؟ تستحي بشهادتك بالرب يسوع المسيح؟ أو مش وقتها بس يكون في حدا من غير محل. لا تخف عندما تشهد للرب، لا تخف عندما تعلن حقيقة لاهوت المسيح، لا تهاب وجوههم لأن الرب سيكون معك. وأيضا بيقول الرب يسوع بالنص اليوم، وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما اللي بيجيب سيرة الروح القدس لن يغفر له لا في هذا الزمن ولا في الزمن الآتي. شو يعني لن يغفر اللي بيجدف على الروح القدس؟ شو هو التجديف على الروح القدس؟ عندما ننسب أعمال الله ومجد الرب ونجيره لإنسان أو لنفوسنا. لما بنقول أعمال الله نحن عملناها ومناخد مجد الرب اللي هو الروح القدس عم بمجد الآب والابن، لن يغفر له لا في هذا الزمن ولا في الزمن الآتي. حذار يا أحبائي، فلنحذر أن لا نسلب مجد الله، ولأن مجد الرب في الألم، في المرض، في الموت، في الاضطهاد، في الفقر، في الغنى، في البحبوحة، في حالات الاعتقال، في الملاحقات، في الضيقات الداخلية العائلية، في المشاكل الخاصة، فلنمجد الرب، لأنه من يستحي به أمام الناس أستحي به أمام أبي الذي في السماوات. حبائي يسوع بيعطينا القوة نشهد عنه، الروح القدس الملآن فينا هو بيعطينا نتكلم بكلامه. أنا رجل الله أحكي عن اختبار، وكنت يوم من الأيام مرسل بشر يسوع، لم أهاب الوجوه ولا السلاطين ولا الرؤساء، وقد تكلمت بمجد الرب وبقوة الرب وبعظمة الرب عن الذي دعاني من الموت إلى قيامة الحياة. نؤمن بإله واحد. كل خالق السماء.